وبمناسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان ما وصلت اليه الصحافه البحرينيه من تطور وتقدم جاء نتاج الرعايه والاهتمام والدعم والمسانده من قبل جلاله الملك المعظم وذلك ايمانا من جلالته بدورها الوطني واسهاماتها في دعم المسيره التنمويه الشامله. لمملكة البحرين وأعرب معاليه عن التقدير الكبير للجهود التي تحرص على بذلها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للارتقاء برسالة القطاع الصحفي وتشجيع الصحافة البحرينية والكوادر الإعلامية على مواصلة مسيرة عملها بحس مسؤول يعزز الوعي والمعرفة في المجتمع ويساهم في إبراز الإنجازات التنموية التي تحصدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم كما ثمن معاليه حرص الصحافه المحليه على الالتزام والمسؤوليه في اداء رسالتها ودورها المهني والوطني الذي يصب في دعم مسيره التنميه الشامله والمستدامه في مملكه البحرين